عشان الاهلي، واحنا وجودكم مهم جدا، بس عشان انا وقتي وبكره عندنا ماتش الزمالك، وفي ظل ما حدث في الماتش الاخير بالنسبه لنادي الاهلي ورجعت المنافسه بقوه ما بين الثلاث فرق بيراميدز والاهلي والزمالك، رايك في الوضع الحالي للدوري؟ هل الامور هتفضل كده؟ ممكن يبقى في منافسه باستمرار بالشكل لسه ده؟ لسه بدري على الدوري يعني، لا انا قصدي هل المنافسه تفضل ثلاثيه بالشكل ده؟ لا ولا يحصل ثنائية. فرق ما بين ثنائية بس، الاهلي مثلا والانديه؟ هتبقى ثنائية اهلي وزمالك. ثنائيه. لا انا اتوقع تستمر ثلاثيه، ومن الافضل انها تستمر ثلاثيه عشان يعني تبقى ليه طعم المسابقه بطعمه افضل بكتير واجمل، لان كل ما في منافسه كل ما بيخلي لاخر لحظه، كل ما بيخلي انت بتستمتع بالماتشات، انت بتظهر لك لعيبه جديده تعتمد، تبقى قوه تعتمد عليها في المنتخبات، ده اللي احنا عايزين نستفاد منه. فده انا شايف ممكن بالاداء ده مين ياخد الدوري من وجهه نظرك؟ لا صعب، صعب تحسب دلوقتي خالص، صعب تحسب دلوقتي خالص. لا لا خالص، بعيده يعني عن المباريات فوق وتحت. ده احنا حتى الان وبعدين يعني في عوامل، احنا في شهر 4 وداخلين على شهر 5 وما خلصناش الدور الاول، يعني في عوامل اخرى غير الكوره بتتحكم في الترتيب. يعني انت عمال توديني انت في حتت غريبه يا استاذ يا فندم. ما تشوف كوره، هي كوره، شوف الاداء التحكيم، مصر كسب، ما تشوف الاداء التحكيم في المباريات، مصر كسب، مصر كسب. انا ما بتكلمش على مصر، كلمت لك على مصر، بيتلكك بقى لما حد يخسر فبتلكك عليها. شوف الاداء التحكيم والفار، ماشي، بتشوف المباريات اللي بنتكلم فيها دائما ازاي. هو الفار، ان في لازم يبقى في تحسين في الاداء التحكيم يعني. اتفضل. هو الفار من ساعه ما ظهر في تاثير، وفي اسوء من انت اظهرت بعض بطوله في دوله عربيه ما فيهاش ولا حكم مصري، كاس عالم ما فيهوش ولا حكم مصري من مصر، من 8 مسؤوليه مين مرشح. هنا مسؤوليه مين برضه؟ مسؤوليه حكام انفسهم، قبل ما اقول لك لجنه الحكام او الاتحاد المصري او الحكام انفسهم مستواهم الضعيف. طيب